قال سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى إن اللجنة عقدت اجتماعها الخامس وذلك لإعادة بحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات، كما بحثت اللجنة مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة حيث اشار الحاج الى ان اصحاب السعاده أعضاء, اللج... اعضاء اللجنه تداولوا الاراء التي طرحت بشانه وقرروا طلب راي لجنه الشؤون التشريعيه والقانونيه للتاكد من سلامته من الناحيه الدستوريه